بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. مباريات الأمس في الدوري المصري وكل دوريات العالم هنتكلم عنها على السريع، وإن شاء الله نتكلم في الفيديو ده برضو عن مباريات بكرة، انطلاقة الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني. كل دوريات العالم اشتغلت، والإثارة والمتعة والسبت الممتاز. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. امبارح في الدوري المصري كان فيه عدة مباريات. المباراة الأولى كانت بين نادي الاتحاد واف سي مصر، وانتهت بالتعادل 2-2. المباراة التانية كانت مباراة مصر المقصة ونادي طنطا، وانتهت بفوز 7 لمصر المقصة 2-0، وتألق إيهاب جلال وكتيبة إيهاب جلال مستمرة والمسيرة شغالة والعجلة دايرة زي ما بيقولوا. في أنباء كبيرة بتتكلم عن انتقال إيهاب جلال لتدريب نادي بيراميدز، ولسه في كلام في الموضوع ده، وفي كلام برضو ان ريني فايلر هو اللي رايح. الله اعلم مين المدرب اللي هيدرب نادي بيراميدز السنه الجايه، او هياخدوا مين يدربهم. معرفش بقى فايلر، معرفش إيهاب جلال، هما لسه بينخربوا كده على مدرب ياخدوه من فريقه. المباراه التالته كانت مباراه نادي طلائع الجيش والجونة، المباراة انتهت بفوز طلائع الجيش 4-1 على فريق الجونة. طلائع الجيش بيواصل نتائجه المميزة. طلائع الجيش بقاله 7 مباريات، تعادل 3 وفاز 3 واتغلب في مباراة واحدة اللي هي مباراة نادي الزمالك. طبعا مباراة السهرة وختام الليلة كانت مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، واتكلمت عنها في فيديو كامل قبل الفيديو ده، ولكن بنتكلم عنها سريعا في الفيديو وبنقول إن النادي الأهلي قدر يكسب 3-0، وكان يقدر يضيف الرابع. الاهلي ليه ضربه جزاء لكهرباء، الاهلي ليه ضربه جزاء في الشوط الاول ما اتحسبتش، ولكن بنبارك للنادي الاهلي وجمهوره على الـ3 نقط. وطبعا نجم المباراه كان اعتقد ان اليو ديانج قدم مباراه كبيره، واليو بادجي قدم مباراه اكبر من كبيره بشويه، ولكن النادي الاهلي قدر يحسم 3 نقط مهمين جدا. فاضل للنادي الاهلي 3 نقط تانيين عشان يحسم الدوري. مباراه بكره في الدوري الانجليزي هتعمل ايه؟ ايه الاخبار؟ ليفربول هيلاعب مين؟ هيلاعب ليدز يونايتد. انطلاقة الدوري ليفربول وتوتنهام. الأسبوع الأول مش هيلعب مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي، مش عارف هما مش هيلعبوا ليه، ولكن مش هيلعبوا، مش موجودين في الأسبوع الأول. ولكن انطلاقة الدوري الإنجليزي انطلاقة مؤثرة جدا في الوسط الرياضي، وهتشغل شق كبير من متابعين الكورة. انطلاقة أقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي بالنجوم الجديدة اللي جاية الدوري. بنتكلم عن خامس رودريجيز جه الدوري الإنجليزي، بنتكلم عن ديبيك لاعب مانشستر جه الدوري الإنجليزي، بنتكلم عن نجوم كتيرة انضمت إلى الدوري الإنجليزي. الفريق الوحيد اللي ما جابش نجوم كبيرة في الفترة دي هو ليفربول، أعتقد إنه ما جابش حد لسه عليه العين زي ما بيقولوا. في كلام عن الكانتارا، وفي كلام لسه محدش عارف هيجي ولا مش هيجي، هيجي ولا يروح برشلونة محدش عارف. تياجو هيروح فين؟ يروح ليفربول ولا هيروح برشلونة؟ ولكن لو اللاعب في رغبة اللاعب نفسه، اعتقد ان اللاعب هيروح برشلونة مش هيجي ليفر، ولكن العرض المادي هو اللي ممكن يخلف من هنا او هنا. ده الفيديو بتاعنا بتاع حلقة النهاردة. الإثارة كبيرة جدا في الدوري المصري، المنافسة على الهبوط اعتقد انها بدأت تتحسم طنطا واف سي مصر، ولكن اف سي مصر بقاله فتره بيحاول انه يطلع مع خالد جلال، وبيحاول بيعافر وبيحاول يلم نقط، ولكن طنطا في تخبط شديد بعد ما غيروا المدرب بتاعهم ايمن المزين، ويجيبوا 2 مدربين يدربوهم في الفتره اللي فاتت دي، ويرجعوا تاني يجيبوا ايمن المزين. فده تخبط اداري، والاداره هي السبب في ان نادي طنطا بيرجع لورا بالمنظر ده. طنطا النهارده ما كانش سيء قوي قدام المقصه، ولكن المقصه بصراحة فريق بقى قوي، وإيهاب جلال عرف يلم فرقته وعرف يلم عناصره ويقوي فريقه تاني ويلعب بشكل متميز. شفنا الكلام ده أمام الاتحاد وأمام الإسماعيلي بنتائج وسكور عالي. فطنطا يعني ما كانتش وحشة للدرجة، ولكن المقاصة هي اللي قوية بقالها فترة. ونتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى إن الفرق كلها ربنا يوفقها في المرحلة اللي جاية. طبعا لو أول مرة تزورني في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنزل لكم ماتشات بكرة في الفيديو إن شاء الله.